Bismillah, salat, salam ala rasulallah, salam alaikum, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, Gina, je vais faire la confiture d'abricot. 1 kg d'abricot, mishmash, dali 3 pots qui m'aide. Quand je vais vous dire comment faire, de façon très simple, très facile à faire et diététique, mais je ne fais pas les additifs ni les colorants. Malikum il a tibou la vidéo. Suivez-moi, suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez savoir comment que c'était fait. Voilà, voilà, رجعت معكم باش نعرض لكم كيفاش درت لا كونفيتور تاع المشمش. نحكمو كيلو مشمش، انا نعطيكم حق كيلو، نتوما دبروا سكا تحبوا ديروا نص ولا بلوس. المهم تنحيوا المشمش، تنقيوه هكا بعد ما تغسلوه تنظفوه، تقصوه هكذا ونحطوا له 750 غرام سكر كريستاليزي. كيلو غير ربع، انا وزنته بالكاس هذا، جاب ربع كيسان باش بالكاس هذا. اون بلوس هذوك العلف تاع المشمش نحكمو منهم واحد الخمسة ستة سا ديبون، ما نرميوهمش، نكسروهم هامدي كيفاه من بعد ونوليو نقشروهم باش يوليو بيض هاك. نخليوهم هادو من بعد نحطوهم مع المشمش. نبداو على بركة الله، نجيبو اون مارميطا دوبل فوا، مارميطا ولا كوكوط مينوت ولا ليسونسيال تكون دوبل فوا خشينة من تحت. نحطو فيها المشمش تاعنا، نفرغو عليها السكر تو سامبلومون، le plus simple du monde. واش هي كاين اللي حاب يطيبو ديريكتومون، انا راح نحطو يبات في الفريغو اوفا من 6 سوايع حتى ل 8 على قد ما يريح على قد ما مليح ويطلق الجو تاعو. فوالا غطيتو ونخليه في الفريغو حتى الغدوة الصباح ان شاء الله. لا ولينا درك باش نطيبو لا كونفيتور تاعنا بعد ما قعدت بلوس دو اوفا من واحد 12 دو طون، نتوما من 6 سوايع حتى الفوق تقدروا، واللي يحب يطيبها ديريكتومون سا سي با زان بروبليم. درك انا نخلط هاد المشمش مع السكر، نحطو سور لو فو. درك نحطو على النار، نخليه ما نقويلوش النار، نخليه على نار هاديه باش ما يتحرقليش. واكو لا مارميطا لي دوبل فوا بصح نخليها هاديه هاكم باش نقول لكم كي تعود دير في هذا هادو باش ما دير لكمش الرغاوش هادو تقيلو تنحيو فيها مكل. نحطو لها شويه زبده هادو مالي نحيو الرغاوش هادوك لي ليكوم بور نو با افوار ليكوم اون مي ان بو دو بور. ونحطو لها هادوك لي زاموند تاعها اللي قشرناهم. دوكا نرجعوها طيب في مهلها، قلنا ابتي فو هنا طيب. خليوها هكا ابتي فو، بعد هزو شويه هكا بالمغرف حطو في ناسيات اون بورسلان وشوفو او تسماو يبان لك كان طاب ولا مازال. شوف تاعنا راهي طابت. هاوديك قلت لكم جربو في جربو في ناسيات. نحيو هاد العلف هادو تاع اللي درناهم سي لو فو، يا تحسبوهم يا تحطوهم دون تاع التول اون تول باش هكا مي كي ترحيو لا كونفيتور تاعكم ما يترحاش معاها وتطلق المروره. خليوها تبرد، لكن حبيتيو تخليوها كيما راهي هاك خليوها، حبيتيو ترحيوها خليوها حتى تبرد وحطوها دون ديبو يكونوا معقمين سيريليزي ديبو ستيريليزي. برد تاع كونفيتور نجيو افيك لو برا ميكسير نرحيوها ليجيرمون مش حتى تولي ما فوالا ليجيرمون لي دون كيكو برك فوالا. نستيريليزي ل ديبو لي راح نحطو فيهم، نحطوهم في هكا ماعون كبير يغلي، ما نحيوهمش حتى نشوفو بلي بدا يبرد شويه الما هذاك، خاطر كون تحيوهم ما سخانهم يطيخولكم هكا. اون بو لي زونلفي باش نحطو فيهم لا كونفيتور. فوالا بسم الله الكونفيتور تاعنا مرحيه، هزو نحطو نعمرو البوكال حتى الفوق، منخليوش لا الهواء. فوالا نعمر انا لي بو تاعي ونرجع معاكم. فوالا بعد ما حطيتهم في لي بوكو تاعهم راح نقول لكم حاجه، لكن عندكم لو جون هذا تاع البلارات هادو افيك البروتيكسيون هنايا حطوهم ديريكتومون وقفلو عليهم خليهم كيبردو، حطوهم في الفريغو
ولا كان ما عندكمش ديروا برك بابيي فيلم هكا هكا بعد قفلوا قفلوا باش ديروا ان بروتيكسيون. قلنا لك ما عندكمش ديروا بابيي فيلم وقفلوا. فوالا ما كونفيتور فان بريت. واش هي انا نسيت لان نشري لها لي زيتيكيت لازم لهم يفو لي زيتيكيتي باش تحطوا لا دات وقتاش خدمتوهم باش هكذا تعرفوا كومبيان دو طون حكموا لكم. عم ديك لا كونفيتور دوك شويه هاي معنا هي مازالت ماهيش بارده بيان 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 لي تالي تياد. بسم الله انا حطيت 750 غرام دو سكر ثم تحبوها بلو سكري زيدو مام حتى 800 ولا. نتمنى كوزالي اسيي سيت كونفيتور ناتوريل خير ملي تشريو هذيك تاع البياض على بالك مش كيف راهي مخدومه. هذه ناتوريل وما حكمت لا وقت لا والو. نتمنى لكم شهي طيبه. مع السلامه الى الملتقى ان شاء الله.